فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما